أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم لدينا حصة جديدة، كتابة حرف الهمزة والجيم وإنتاج جملتين جميلتين. الأسبوع 19، الوحدة الرابعة، مجال الحي والدوار. إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. كان عندكم شي سؤال او شي اقتراح فخليوه لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا احبتي الصغار على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا الحصه ديالنا هي الكتابه او اكتب. اذا جميل، اذا الاحظوا مسار الحرف ثم اكتب، الاحظوا مسار الحرف ثم اكتب. اذا هذا حرف الهمزه، اذا الهمزه على الالف ا، اذا هذا حرف الهمزه على ماذا؟ على الالف. اذا لاحظوا معايا المسار ديالو او اتجاه السهم، اذا بهذا الشكل هذا كيتكتب. اذا هذا حرف الهمزه وتسمى بالهمزه على السطر، كتكون على السطر. اذا هذا حرف الهمزه على السطر. اذا لاحظوا معايا حتى هو المسار ديالو كيداير، جميل. وهذا حرف الجيم، اذا هذا حرف الجيم، لاحظوا معايا كيفاش كيتكتب. اذا خصكم فقط تبعوا هذا المسار اللي باللون الاسود او هذا السهم هذه اللي باللون ماذا؟ الاسود. احسنتم. اذا دابا غادي نمشيو نكتبوا. عندنا هنا اي، اذا هذه همزه على الياء، اي هذه همزه على الياء. اذا اي، اذا غنكتبوها هنا في هذه البلاصه هذه اللي باللون الرمادي الشفاف، وهنا وكذلك ايضا مكان النقط. اذا غادي نبداو كما نكتبو اي بهذا الشكل هذا، وما تنساوش الشكل دائما الكسره ياكو. اذا جميل، اذا غنعاودو عاوتاني بهذا الشكل هذا اي. وانتوما كما كنقول لكم دائما فبشويه عليكم تتكتبوه، ما تزربوش تتكتبوه. كذلك ايضا غادي نكتبوه بلاصه النقط هنا اي، ثم هنا اي، بشويه عليكم تتكتبوه، ما تزربوش بحالي، بشويه تتكتبوا الحرف. اذا عاوتاني غادي نكتبوا هنا اي، وما تنساوش الشكل اللي هو الكسره. احسنتم. اذا جميل، اذا عندنا كلمه، كلمه اذا اناء، اذا عندنا كلمه ماذا؟ اناء، اناء. جميل، اذا غنعاودوها هنا ثلاثه ديال المرات وبشويه علينا تنكتبوا الكلمه. اذا كنبداو بحرف الهمزه اي، ثم نا، ثم ان، الهمزه على السطر بهذا الشكل هذا اناء. جميل، اذا غنعاودوها هنا كذلك ونكتبوا اي نا ان، وانتم بشويه عليكم كما كنقول لكم دائما. وعاد غنكتبوها عاوتاني هنا اي نا بهذا الشكل. اذا احسنتم احبتي الصغار. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا حرف الجيم بعد ما كتبنا حرف الهمزه. اذا دابا غادي نكتبوا حرف الجيم. اذا عندنا جو، حرف الجيم جو، اذا بالحركه القصيره اللي هي الضمه غنعاودوه حتى هو وبشويه علينا تنكتبوه. اذا جو بهذا الشكل، ثم نعاودو نكتبوا جو بهذا الشكل، ونكتبوه كذلك ايضا بلاص النقط جو. اذا وهذا تكتبوا هنا جو بهذا الشكل، وهنا كذلك جو. جميل، اذا احسنتم. اذا هنا عندنا كلمه مسجد، مسجد، مسجد. اذا حتى هي غادي نعاودوها وبشويه علينا تنكتبوها مسجدون هذا الشكل، بشويه عليكم تتكتبوا الكلمه. اذا نعاودوا كلمه مسجدون، مسجدون، مسجدون بهذا الشكل هذا، ونعاودوا نكتبوها مسجدون هذا الشكل، مسجدون. جميل، اذا احسنتم احبتي الصغار. نقراو داكشي اللي كتبنا اي 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 اي
إي إناء 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 جو 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 مسجد 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 مسجد. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا غادي نمشيو نشوفو السؤال الموالي. السؤال يقول إذا هنا السؤال يقول أركب من المقاطع ثلاث كلمات ثم كون جملة. أركب من المقاطع ثلاث كلمات ثم أكون جملة. إذا هنا كما كتشوفوا معايا هنا باللون الأخضر عندنا مقاطع، مقطع عو، مقطع ثاني ما، مقطع ثاني رو، ثم هنا اللي بلون وردي و ط ض ا. إذا مقاطع، ثم هنا عندنا مقاطع اللي بلون الأصفر لي صلى لي صا، عفوا لي صا. جميل. وهنا عندنا واحد الصورة ديال الطفل يقوم يتوضأ. إذا غادي نشكلو بعدا كلمات هنا، هادو غنرتبوهم كاملين باش يوليو عندنا هنا كلمات، ومن بعد ما نكملو هاد الكلمات غادي نجمعوهم هنا وغنكولو جملة مفيدة. ياك جميل. إذا هنا عندنا مقطع عمرو. إذا عمرو غنكتبو عمرو عمرو بهذا الشكل عمرو. اذا هنا عندنا مقاطع و ط ض ا. اذا نكتبو ت و ض ا. اذا رتبنا هاد المقاطع اللي كتبنا ت و ض ا غنحصلو على كلمه توضأ. اذا نكتبو ت و ن ض ا بهذا الشكل توضأ وضع. جميل. اذا هنا كلمه اخرى هي لي ص. اذا الى كتبنا الى رتبناها نحصل على كلمه صلى. اذا نكتبوا ص لا صلى بهذا الشكل. اذا هنا عندنا عمر توضا صلى، وهنا عندنا ثم اللي كتربط بين الكلمات باش تولي عندنا جمله مفيده. إذا نكتبو توضأ عمر ثم صلى. نبدأ بكلمة توضأ عمر ثم صلى، هي هذه توضأ عمر من بعد صلى. إذا غادي نكتبوها أحبتي الصغار بهذا الشكل هذا. إذا نكتبو توضأ توضأ، ثم كما كنقول لكم بشوية عليكم توضأ بهذا الشكل توضأ عمر عمر ثم راه مكتوبة نكتبو صلى، وهكا كنكونو درنا جملة مفيدة وكنديرو نقطة في الأخير، لكن دائما نقطة. جميل. إذا شنو كتبنا؟ كتبنا توضأ عمر ثم صلى. أحسنتم. إذا أحبتي الصغار بهكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. كان عندكم شي اقتراح او شي تساؤل فخليوا لي في بلاصه تعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعاليق ديالكم. اذا احبتي الصغار دمتم في رعايه الله، والى اللقاء حتى الحصه الماجيه ان شاء الله.